والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الساعة سيداتي نساتي سادتي مخداتي ووسادتي، أما بعد مرحبا فيكم في سلسلة سيتي سكاي لاين. ساي كنت بنزلها يوم هي يوم لا، ومرة واحدة استوت السلسلة كل يوم. أنا ما أعرف كيف، لكن بعض الأوقات الواحد يبدأ يكمل الشيء يوم يشوف الناس متحمسة على السلسلة. وأتمنى تكون سلسلة عجبتكم. لا تنسون إذا السلسلة عجبتكم دقوا لايك، إذا مش عجبتكم دقوا ديسلايك، وإذا وايد عجبتكم سووا لها شير وكومنت وإلى آخره. في ناس ميتة مش محصلة خدمة مقابر، فنحن شو بنسوي؟ أنا نزلت بريست موجود مفروض يشل 10,000 زين، فبنشله بنحطي لهم واحد في الوسط هني خدمة، وهني ما حطينا لهم أصلا خير شر. بنحطي لهم على الشارع العام الخدمة هذه، وهني بالهم عند المستشفى مكان شكله منطقي جدا زين، وبنحط هنا اساس يكفي الكباسيتي اللي عندنا، فغطينا معظم المناطق اليوم. طبعا من الحلقه الماضيه انتم تعرفون موضوع الحلقه اليوم واضح جدا. مينا تال ترين ستيشن وني بابني مينا. اوكي انزين، طبعا ما اقدر احطي هذا هني المينا، مواني اقدر احطيها اماكن محدوده، بس المواصلات الداخلية أروم أحطيها. فالحين بنحطي دبل مينا، مش مينا واحد، أبقى أحطي واحد هني أوكي على مدينة آدم عبد الله، ووحدة يمكن نحطيها مكان من هالأماكن قريب الصناعية هني، لأن بنحتاج نحن بعد فيما بعد حق كارغو بعد، فبنحطي هاي عند المدينة. واللي هناك شو بنسويها؟ بنسويها ما فيها لا مي ولا كهرباء ولا شيء، ولا نوصلهم مي، خلي المباني تشتغل له على الفاضي ما عليك. الكهرباء مش قضية، الكهرباء خلينا نحط لهم اندر جراوند كونكشن انزين، وهاي عندك كهرباء انزين. بشكل عام بنبدا نرتب الحين الحين، بس شو بسوي؟ ابى شارع 4 يعني تو ستيب معناه نهدم هذا زين، ونحط هذا من هني لين هني. مو مشكلة ارفعها شوي، لحظة التول مالي وين صار؟ التول مالي اباه اللي بسوي ارتفاع 2 متر 4، ما بيركب الشارع وايد عود. 4 زين، انا حطيت لك هذا. لحظة انا بخبركم ليش ابغى هالطول، لان الحين برفعه وابا ايوه لو تو ستيب ما نبى هذا، نبى الطول هذا يركب لنا مكان منطقي شوي زين، يسوي لنا تقاطع يعني ايوه، يرتفع شوي عن الارض ويكون حلو. بس شو بنسوي؟ هنا هاي مواني دولية ترى، تعتبر مش مواني عادية، هاي بيبون ركاب من اخر الدنيا اللي هو من مدن خارجية وما الى هنالك، اظني عارفين الشغلة، انتو ما شاء الله عليكم تعرفون معظم الالعاب. اما هذا بحكم موقعه والله تصدقون شكله بيستوي تو اكزت عليه، بتقولوا لي ليش الشارع هذا كبير بعد التول شغال عندي؟ ما على بهدمه هذا بيزعل شوي، بس ما بسوي تقاطعات ايداد، فخلنا على التقاطعات القديمه افضل افضل بمراحل. هذا راح يبني لنا كميه ناس، كميه ناس من خارج الدوله. نحن نبغى الناس تينا وتسافر، مش بس عن طريق القطار والسيارة، لا نبغى حلول بديلة لهم. هاي اللي زعلانين ما عندهم ناس عمال، اظني اباندنت
not enough workers. اوكي بنحط لكم workers الحين بما انتم طاقتكم نظيفة. اسمحوا لي شوي بنحاول لازم نحل مشاكل في الدرب ترانا. ما يستوي نسوي مكان بدون حلول. فشو بنسوي؟ بسوي هذا الشارع ابجريد ابجريد طيب يعني. انها قام يتحول الى شارع رئيسي شوي شوي. بس المشكلة اللي بعانيها وين؟ اه يستوي الابجريد نايس. كامل استوى الابجريد. اساس ان الزحمة اللي عندي تخف بشكل ملحوظ يعني. زين. ادري ان الحلقة المفروض تكون مواصلات بحرية لكن لابد نحل المشاكل القائمة في نحل المشاكل القائمة اللي في المدينة على اساس نقدر نتصرف على اساسها. ان هاي مشاكل تسوي لنا مشاكل ثانية. هاي مشاكل تخلق مشاكل. اباندن ناس يهاجرون ناس يسوون كذا ناس يروحون ونحن ما نباهم كلهم يروحون وما نبى الناس كلها. نقطع المسافة من هني نقطع المسافة من هني ونحط اداة التعبئة من هني. انزين يبالهم ماي يتصور هي نعم يبالهم ماي. انزين ما عندهم مدرسة عندهم كذا عندهم مستقبل عندهم وظائف هاي اللي يبون الناس موظفين عندهم ونحن بنوظف الناس بعد. Line transport has not been connected to a loop. زين هذا معناه هذا اللي تذكرون قلت لكم ما اعرف شو سالفة الشارع هذا. اظني سالفته كل اللي يبغاه نوصل في شارع جديد. لكن اذا ما توصل في شارع جديد معناه في خلل فني في الماب هني. فبيسوي لنا مشكلة طول مدى الحياة. خله برايه. زين الكونكشن مالنا الاساسي الحين ما اعرف اذا الناس قامت تتي ولا لا. زين احنا موقفين اللعبة وين ابغى الناس تجي؟ سؤال كيف هاي البنونك انت موقف اللعبة؟ تستهبلون شو؟ لعبة واقفة لعبة واقفة مفروض اوكي مش مشكلة. مدينة ادم عبد الله بتستوي شوي زحمة الحين لانها هاي مدينة احنا اعتبرناها بتكون مدينة مزحومة. بس شو بنسوي؟ بنيب مدينة ادم عبد الله بنخلي فيها هذا المكان فاضي حق حديقة مستقبلية. أبي أسوي حديقة هني أنا فبخلي هالمكان في الوسط فاضي وأظني بسهولة يكفي حديقة ضخمة يعني مش حديقة صغيرة يخدم الناس اللي ساكنين في المنطقة. أنت عندك ناس يا جماعة ساكنين يعني شو بدهم تعملوا يعني شو بدهم تعمل؟ ساكنين يبون ماي. شوفوا ذكرت الماي هالمرة لحد يقول لي وين الماي حد يقول لي وين الماي بقول له على الباجلة. انزين سخافة زايدة هاليومين. انزين في حد حجز هالمنطقة ما اذكر منه ذكرني في الكومنت ذكرني اللي حجز هالمكان هذا لان هالمكان بنمشي حوله كامل بنسوي مينا عودة هني الخطة مالي. بس يمكن الامتداد القريب الحين الخطة الحالية اني بمتد هني على الشاطي واسوي جسور ضخمة ومواصلات بحرية كبيرة من هني لين هني. أنا تشوفون هالمكان راح يتعبى سفن إن شاء الله. شوفوا من الحين قامت السفن تجي وايد حلو سفينة جميلة والله والله الناس قاعد تجي عن طريق السفن واللي هو شيء جدا رائع 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 جدا. انزين خلينا حطينا محلات تجارية هني كبداية. بنحطينا مجموعة محلات تجارية. انزين وبنزيد طبعا هالصناعية كادينها كدنا عن معاية عبد الرحمن عبد الله خادمتنا خدمة مش طبيعية في المنطقة ومسويت لنا الصراحة دعم مش طبيعي لمعظم المناطق. زين هاي مناطق داخلية تستحق انها تكون مناطق سكان. خلنا ناخذ البين تول ان اي شيء باقي هني ابغى للسكان حتى الشارع الرئيسي مو مشكلة. ادري في البداية قلت ما بسويه عشان الزحمة بس تعرفون شو المدينة راح تكون زحمة كل الاحوال. زين المدينة راح تكون مزحومة في كل الأحوال. خلنا نعبي باقي الشغلات فراغات اللي هني بشكل يدوي. اوكي ونبالنا بيوت هني الحين اذا نقصهم ناس يقدرون يسوون اللي يبونه. لكن خلنا نحط هني محلات تجارية زيادة. اوكي هني طبعا هالمدينة ما اعرف الحديقة كم تخدم ناس من برا. خلنا نشوف
جالها 2300 نفر، وايد حلو وايد حلو. يعني 2300 احنا عندنا 300,000 شخص ترى. انزين موضوعنا الاساسي نرجع له، ترى هاي سيتي سكاي لاين دائما بالطريقه هاي. انزين الحين بنسوي شيء اسمه فيري. الفيري راح يكون عباره عن وين الفيري مال الاثنين ابوه فيري ديبوت. زين هذا اللي الناس راح تروح له ترد داخليا من خلال المنطقه نفسها، واللي هو على الاغلب هذا يبغى له ترتيب. نحتاج تشوفوا فيري واحد تو فيريز حاليا، هذا طبعا في المستقبل على الاغلب بنزيد 3 فيريز 4 فيريز. زين الفيري كيف يشتغل؟ اول شيء لازم اوصلهم بالشوارع، افضل انه يكون على التقاطع. ادري هدمتهم مو مشكله، خلينا نهدمهم شوي. زين لكن في نهايه اليوم في شوارع، طبعا المكان نازل شوي فمو مشكله. زين يباله ماي هذا وصل له المفروض، هذا يباله ماي، يباله وصلت كهرباء خفيفه هني، وهذا كذلك يباله ماي، وعندنا نقص كهرباء نحن في المدينه افكر بشكل عام، بس بنسوي الحين الكهرباء. زين الحلو في التصميم هذا اللي نحن مسوينه، شوف طبعا انا ما حطيت هني مال موبايل صح، ما حطينا واحد اثنين، بنحطينا دمب هني عندهم، مفروض هم يسووا له ريسايكل اصلا ولا يعيدون تصنيعه ولا يحرقونه ولا كل شيء. زين شو قلنا نحن؟ وين صرنا كهرباء، ما عندنا كهرباء صح. بما ان عندنا حاليا الحل المتوفر، هذا الحل اللي هو موجود نحن نقدر نعتمد عليه، بنحط لنا كهرباء تكفينا لين النووي يطلع. طبعا النووي يباله 38,000 قريب يعني النووي، من يبدا النووي هالمنطقة راح اوسعها شوية، اسوي مكان خاص حق النووي، بسميها المدينة النووية اصلا على الاغلب. يعجبني النووي يكون مدينة بروحه، اللي تشوفون في اي دولة في العالم النووي يعامل معاملة خاصة، له اماكن فيه خاصة، فالمفروض ان احنا نسوي نفس الشيء هني تقريبا. انزين الفيريز لازم احنا نسوي لهم مجرى، ممر مائي اساس يمرون من الممر المائي هذا، اللي هو مثلا بسوي ممر الاول من هني لين هذا المكان، وما بوصله في الفيريا، ما بوصله، بخبركم شو بسوي، بوصله عقب. زين وهذا الممر يمر بالطريقه هاي، ابغى يمر على الشاطئ. الحلو ان النهر مالنا وسيع فيخدمنا خدمه في المجال هذا، وهني بس القطار شوي مخرب بس اوكي عادي، خليه يمر على الشاطئ يعطينا شكل حلو على قولت الاجانب استاتكس وايز، كشكل يكون وايد حلو. ووتر يقول لي ريكوايرد، هني ما في عمق ماي، ما في عمق ماي، فشو بسوي؟ راح اغير الوصلة مالته من هني لين هني، وهذا بغير الوصلة مالته لحظة، لازم ما يكون بالطريقة هاي. ويت هاي استوي شلهم. زين واجيب الارض اللي هني، نسوي هاي، شوفوا نسوي بالطريقة هاي، نوسع الممر المائي، نوسعه اساسا نحل مشكلة الممر المائي اللي هني، ويستوي عندنا ماي. ايوه بالضبط يستوي هذا من هني لين هني. طبعا هل الممر بالطريقة هاي قابل للتوسعة بشكل خرافي يعني، مش خلنا هني بعيد عن المينا شوي نروح. اوكي طبعا التوسعة هاي بعدين بتينا، انا كيف بوسعه، بسوي قطعات، كيف ياخذون يوتيرن. موضوع البحر نفسه ترى موضوع كبير، مثلا اذا هذا يبي يرجع الصوب الثاني بياخذ درب طويل، ليش؟ فلازم نعطيه يوتيرن هني تقاطع خفيف. هذا بعد نفس الشيء على اساس يقدرون يرجعون، هذا لفته قريبه، اذا هذا يبي يرجع من هني لين هني يقدر يرجع مره ثانيه.
يروحون لهني يقدرون يرجعون مرة ثانية. أوكي ممتاز. الحين نوصل هذه في النقاط البحرية. شوفوا على أساس إنه يدخلون في وقت صحيح، ما يتزاحمون كلهم على مكان واحد، لأن حتى في الماي كماي نحن بتستوي عنا زحمة، لازم تستوي عنا زحمة. خلنا نعدل الأرض هنا شوي لحظة. شالبي لازم نسوي حلول، بعض الحلول مرات. هذا انحلت مشكلته هي، بس هذا يبغاله بعد نعدل الأرض شوي لجل عيونك. يلا ولا تسأل. انزين هذا يتوصل لهني، حلينا الموضوع هذا. الحين الفيري نفس الوصف، شو بنسوي به؟ بنسوي به نقاط تجول، مثلا من هني. حبيبي هذا فيري ديبوت مش فيري ستوب. يا جماعة أنا سويت غلطة غبية، نسيت أحط اللي هو، بخبركم الحين شو سويت. الديبوت يطلع فيريز، نحن نبغى فيري ستوب الحين. لحظة أوكي، هل اللي كنت أقولكم وينه؟ هذا خلنا نهدم الشارع، مو مشكلة، اسمحوا لي على الغلطة اللي سخيفة هاي، نسيتها أنا والله، حطيتها أنا بعد. زين زين، نفس الباص، نفس شيء ثاني كنت أقولكم. فلازم شو نسوي؟ لازم خلنا نشوف هاي اللحظة، ويت أنا هاي لازم أساس إني ما أتخربط بعدين. خلنا نشيل النقاط هاي. زين هاي شوي توصيلاتهم مختلفة عن التوصيلات العادية. انزين الفيري ديبوت شغله يطلع لنا اللي هو الفيريز. لازم نهدم الشوارع شوي. كيف غلطة الشاطر بألف؟ انسى تفصيل بسيط، لازم نعيد شغل وايد، بس مو مشكلة على اساس انتم ما تحسبون نفس الشيء بعد، يمكن اذا تسوون بروجكت عندكم ما يطلع معاكم نفس الغلط اللي حرام الواحد يغلطه. انزين ونفس الشيء بنوصله في الشوارع، يعني هذا انزين هذا يبغاله شوي من بعده اساس نقدر نسوي كونكشن مثل على الناس. شيل أداة الهدم هذه. توستيب ما هي كلمة ترفع ضغطي ترى. زين الحين نبغى نوصل هذا في هذا، ونوصل هذا في مكان ثاني. اوكي نايس. انزين ونوصل هاي في هاي، هاي فيري ستوب يبالنا هني. محتاج ديبوت هذا، لازم نعطي هاي هني في نفس الوصلة، نعطي هاي طريقة هاي نوصلها. ماي طبعا يبالها كهرباء، معظم الوقت كلهم يبالهم كهرباء. انزين ونحطي لها وصلة بحرية. الأداة للهدم ترى تشتغل عادي بدون أي شيء سبيشال يعني. أنا نحط هاي بالطريقة هاي، نوصل الفيري ديبوت هني، نوصل هني. يحتاج نوسع الروم من وايد أماكن، نوسع وبقى عندنا مكان واحد ما ردينا، حطينا فيه الفيري بونفرين. لحظة لازم نطلع من هالمود، ندخل هني نهدم هذا من اول وجديد، ونرد اعادة صياغة الشارع شوي، بس خلينا نوصل هذا للمكان الصحيح. زين نبلنا اداة الهدم هاي، نح
حطي ممر الماي تحت شوي اوكي على اساس ان نحن نوصله بشكل جميل. هذا بنحطيه في التقاطع يعني هذا بنحطيه في التقاطع هني. الحين نفس ما كنت اقول نوصله كأنه باص انا واحد اثنين يرجع بس الفيري في نقطتين مش نقطة واحدة واحد اثنين ليش مش موصلين في بعض؟ هلا هو اوتوماتيك بيحطي هذا هني اقدر اوصله بس هني اقدر اوصله هذا بس لسبب ما خلاني اوصل هذا بهذا. لا خلنا نشيل الاستب هذا من هني هذا في بليسمنت غلط شكله فخلنا نهدم الشارع اللي هو عليه كامل ونحركه من مكانه. طبعا اول شيء خلنا ناخذ المواصلات نمسح النقاط كلها اوكي ونشل المبنى يمكن مرات البليسمنت يكون فيه شيء غلط فحرك المبنى زين بالطريقة هاي اوكي الماي مش قضية ترى يبدا ماي زين نسوي له ايوه الحين ركب حسبت كان في فرق من ساعة الحين حسيت انه ركب امورة طيبة اوصله سيدة عادي ما في مشكلة. هذا شو هذا هذا كهرباء ممكن ولا شيء I don't know نحطي وصلة من هني لين أيوة هذا يرجع لين هني نحطها كونكشن بخليه مفتوح حق المستقبل ولا نقدر نحط فيري من هني لهني بس ما بيون ليش في سفينة قريبة منهم حق شو يون هني ما بس هم ضايقني بشوف مشاكلهم بعدين ما عندي مشكلة. انزين congratulations وصلنا عندي ويس عبد الله بارك ليفل 4 نايس وايد حلو. انزين استوى عندنا مواصلات بحريه استوى عندنا حركه بحريه الحين عندنا نحن في المدينه هاي لحظه عندنا نقص ماي نحن هي يعني نقص ماي نبى نكبر شوي المحطه وين هاي حطي هني محطتين ثلاثة أربعة في احتمال إن أغير على فكرة محطة الماء والكهرباء ولا يمكن أكنسل محطات الكهرباء كلها أصلا إن محطة الماء هني إذا امتدينا للصوب الثاني راح تسوي لنا أزمة خفيفة اللي هي إيه أوكي خلاص ارتحت عندكم كهرباء شو وضع الكهرباء تمام الماي فوق التمام الحين انزين شوفوا محل المدن الحين شوفوا السفن كيف تمشي شوفوا بس والله انه منظر جميل من الاخر والله سوبر جميل والله مدينتنا الحين قام يستوي عندنا مدن كبيرة قام يستوي عندنا المكان حلو قام هذا ليش بالطريقة هاي يقولون نعم يلا من هناك انزين قام يستوي عندنا مدن قام يستوي عندنا كذا حدائق قام يستوي عندنا نقص ناس الحين مشاكل شوي شوي بتبدا ترى بس المواصلات البحرية تيكس تايم يعني اذا بوسع الماي بحول محطة الماء لهني والكهرباء لهني محطة نووي خطة مستقبلية حلوة كقطارات ما عندنا هني صناعية فعليا ما نحتاج هني عندنا صناعية عندهم قطار شغال لهم إذا يبون لأن عندنا المواصلات نحن من البداية ممتازة شوفوا هني تستوي زحمة شوي معنا أربع أشوار بس لأن دوار شوي بس هو مجمع جسور ناجح هذا مجمع جسور أنا أشوفه جدا ناجح بنسوي وصلات ثانية بعد ليش لأن الناس تروم تطلع وتدخل على راحتها تقريبا زحمة واقفين هني يا حبيبي
حبيبي على الزحمة. ناس دي مهني يتير. زين أبا منفذ من هني دايركت. خلونا شوي بناخذ وقت الحلقة. احنا خلصنا مواصلات هناك صح؟ same direction. نسوي من هني منفذ يطلع لين هني. بس هني منفذ شكله مش حيزبط بقى يعني. بالطريقة هاي طريقة اوكي مرتفع وايد عن الارض. لحظة انا شو ارتفع التول مالي عن الارض قبل 12. هاي الغلطة الاساسية. زين نسوي بالطريقة هاي. ليش يرفع؟ ليش مسلم؟ اصبر ان الله مع الصابرين. هاي على طول بعد ما صدقوا وشافوا درب يبوا يطلعون على طول. نبى طريقة انه ما يكون مزعج بالنسبة لي. معظم الطرق بتكون مزعجة. فشو بسوي؟ سوي الشارع بالطريقة هاي. ماينس فور لا على الزيرو. نسوي طريقة اوكي من هني اوريدي اوكيبايد بالطريقة هاي. وبنعكس الشارعين. زين بني بنحركهم هني. وحركه شوي يبين ان داخل الشارع. لحظة عارف دقيقة اي نو شنو اي نو واتس هابينج. هاي الطريقة الناس اللي تبدأ تروح هالشارع هاي. بغير الشارع الحينة كتقاطع. شوفوا هالمايكرو مانجمنت اللي لازم. هذا بس هني وهذا بس هني. احد ثاني يروح هناك خلاص. اشوف وهذين انت توزعوا هني وهني وهني. انتو توزعوا هني وهني. سبتاخذون راحتكم. شوفوا الحين الشارع بيمشي اسرع وايد. بس هالتقاطع شوي احسه ولا بدي ولا حركة خفيفة. هاي قوموا انتو اباكم خلكم عليها. خلهم هاي العين. هاي علة الخريطة. الخريطة جديدة. اوكي كل وصل ستي شكرا فتح لنا النووي. انزين لحظة نحرك هاي من هني لين هني. لين هني. شوف الحين هذا مايكرو مانجمنت اللي يخفلنا الزحمة مليون. عندنا ناس هني نفس الطريقة تي من هني لين مثلا على الزيرو. بعدين نجيبهم وين؟ دايركت الشارع هذا. دايركت مرة دايركت الشارع هذا اللي هو انا متأكد وايد ناس بتستعمل بس للشكل هذا. اللي هو نسوي لهم مثل ما تقول فلتر على الشارع. شفت على الشارع العام لما تروحون مرات شارع يختصر لك الزحمة الدوار اللي فوقك. نحن اللي قاعد نسوي الحين تصل الزحمة لأن هذا يأثر على المدينة كخدمات. بعد حتى كشرطة وكهذا يتأثرون من الشيء هذا. فنبغى نجيب الشارع هذا يروح بس هني. نجيب أوكي هذا بنحتاج نسوي بالطريقة هاي. هذا يروح هني يتوزع هني
هني، هذا يروح الطريق هاي، نسكر التول هذا. شوف الحين الشارع كيف قام يمشي، افضل بمراحل، وايد افضل. بعدها زحمه بس ما قام يروحون سيد الكل. زين، هذا معناه اللي بالشارع هذا شو بسوي فيه؟ على اساس اسوي منفذ ذو اتجاه واحد، صح؟ فشو بسوي؟ بوزع هذا هني وهني، وهذا هني وهني، وممنوع حد يصير هناك. خلاص بالطريقة هاي ما حد بيروح الجهة الثانية، اللي بيروح سيده يروح من درب ثاني. خلاص مية من هالشارع هذا، وهالإشارة بتتكفل في شو؟ في الموضوع هذا كله. ممكن بعد أسوي ترى درب باي باس من هني لداخل المدينة، ترى يمر من قدام هالمكان، بس أتصور الزحمة الحين أحسن بتكون وايد، بيخفون هني على إشارة التقاطع هذا. بس شو بسوي؟ لأن هني ما بقى أحد يلف يسار، زين؟ فشو بسوي؟ بسوي هذا واحد، قوم سير يخربون علي، ممنوع يطير. اثنين، ثلاث، اوكي. وهذا واحد، اثنين، ثلاث، وهذا من هني لين هني لين هني. خلاص مو باهم، مو بياخذون يوتيرن هني عشان الزحمة ما تتكدس، الزحمة مو باه تتكدس، ممنوع يوتيرن. نسكر التول هذا نشوف كيف الشارع يمشي. والله الشارع ممشى وايد حلو الحين، احس احسن من اول وايد، بس هاي ممكن تكون افضل لو اوديها من قدام عشان الزحمة ما توقف هني وتوقف تدور. بس الحين اشوف الشارع ماشي يعني اموره طيبة. شو مساحات عندنا؟ مساحات عندنا، خلينا نحط هني. حديقتنا احترقت، حديقتنا احترقت. اخ يا ابو عبد الله، احترقت الحديقة. ما علي، بيطفونها ان شاء الله. خلينا نحط مركز استجابة الطوارئ في نص المدينة، مش يعني مش هذا، نبى مطافي ديزاستر ريسبونس يونت، نبى نحطيه في مكان بعيد عن العالم نوعا ما هني. نبى نحطيه لأرايل، أرايل المشكلة مالته صح انه تغطي مساحات ضخمة، بس والله ممكن نحطيه هني. والله هني هذا استجابة طوالي فنان، بس متأكد، انا شبه متأكد يبالي كهرباء. اوه شوف الشعب كيف استانس، الستيوم كان جرين كامل. اوب يا الفاليو اللي زاد، بنحطي حوالين المدن استجابة للطوارئ، شبكة ضخمة بس شغلتها في الدنيا استجابة للطوارئ. بس بالطريقة هاي، بس شو يبالهم؟ كهرباء، اللي هو موضوع اكثر من بسيط. وهذا بعد وايد بسيط الموضوع. وين صار هذا؟ بعد موضوع بسيط، كهرباء امورها طيبة. زين شوف استجابة الطوارئ شو اخبارها، شوف المكان كيف اخضر، ترى بزيادة نحن حطيناه ثلاثة وايد، وهو بالتدريج راح يزيد يزيد، ما عندنا مشاكل الحين. بس نبى نحطي هليكوبتر لانها الحرقة اكثر مرة استوت الحين. شو بنحطي؟ هاي شو يشل؟ شلتر، هذا حق الطوارئ، زلازل، هالسوالف. بس نحن بنحطي هذا الحين هني صوب الصناعية، لأن الصناعية أقل انزعاجا في الضوضاء على قولتهم من غيرهم. زين، هذا بنحطي عند الكهرباء، ما أدري أحس مكان زين. وهذا يجونا من هني، مو مشكلة إذا حسيت ناقص شو اسمه، لان عندي هليكوبترات. شوفوا عندي سيارات الحين، هليكوبتر يوزس 3 اوت اوف 3، ويمكن هم يساعدون بعض على الاغلب ترى. شوفوا بيساعدون بعض اكيد، بيطرشون هليكوبترات، لكن هذا الحين حل المشكله، بس يستهلك كهرباء وايد بعد ترى. كل شيء يبغى كهرباء وايد، ما
مهم، بس ما يبغى له مي، هذا بس كهرباء، لان هذا اللي تشوفونه برج بروحه. المهم نحن نتكلم مواصلات بحريه لهذا لذاك، لتعديلات بسيطه. ف هارد لك ويس عبد الله، عندي اختك احترقت. زين، فخلونا نرد نبني كل شيء يا حبيبي. يا حبيبي كم احترق، حرام والله. ما اعرف اذا بترجع الحديقه خضراء، بس اضعف الايمان ان نحاول نهن إعادة بنائها على الأقل. أظني بترجع خضرة، إن شاء الله ترجع خضرة كما كانت، لأن حرام وضع حديقة متعوب عليها، حلقة كاملة على الحديقة. لازم نغطي هالأمور، تستوي كوارث، تستوي هالأمور لازم. إذا بدون بوابة كيف بيدخلون؟ ريبلد، مش بوابة، هاي البوابة مرة طيبة. ان شاء الله بترجع خضر، يعني على الاقل، يعني لو المكان محترق الناس على الاقل ليش مبركنين هنا؟ ياه ما بحاطيلكم باركنات نحن، لعب عمري وحاط باركنات على شو؟ اتبركن مع الشارع، والله في عليها زحمة الحديقة، وهي محترقة اظن الناس فيها، ما عندنا مشكلة. زين، ما عندي مطافي، انا عندي ريسبونس يونت، عندي كل شيء في الدنيا. المهم هي حديقة 4 مجلس. صناعية قاعد تحترق عندي، بس والله عندي الحين شغالين شوي المطافي مالي، لان هاي كلها اشجار وغابات، الغابات دائما يكون لها احتماليات اكبر في الاحتراق. هنا نقدر نكبر الحديقة عقب، عندنا مكان امور طيبة. المهم كانت حلقتنا اليوم، اذا عجبتكم الحلقة لايك شير سبسكرايب، وانا ما ادري وش موضوع المدن كلها قاعد تحترق. فاشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.